تجمع مواهب ومبدعي الغربية في الأنبار وتحت عنوان معرض الخيمة الأول بقضاء راوة، والذي يتضمن عدة فعاليات منها الرسم والخياطة والحياكة وكل ما يخص الحياة اليومية. ويهدف المعرض إلى توعية الشباب وخاصة النساء في عرض مهاراتهن وأعمالهن اليدوية. ضم هذا البازار عديد من الأنشطة اليدوية، وإضافة إلى المأكولات الشعبية الموروثة في مدينة راوة. دعمنا لهذه المواهب ولهذه الأنشطة لا محدود، وشكرنا وتقديرنا لكل القائمين على هذا العمل. هذا الشيء تعودت عليه الناس انه تطلع، لانه اكو بازار احنا نسميه، اكو بازار بفلان قضاء. الحلو انه مثلا اذا كان القضاء بعانه يجي المشاركين من راوة، من حديثه، من القائم، كذلك اذا كان القضاء العفو البازار براوة او بالقائم، اذا كانت اكو امكانيات اكو متبرعين يصير نقل على حساب التجمع، واذا ما كولا المشتركين هم اللي يجون، لكن الحمد لله والشكر اكو اقبال كلش كبير. واكد القائمون على المعرض ان هذه التجربه سوف تعمم في جميع مدن الانبار لخلق حلقات تواصل بين المبدعين في المحافظه وتنميه قدراتهم في المجالات الابداعيه المختلفه وتسويق اعمالهم. بازار الخيمه الاول اللي صار براوة ان شاء الله اليوم، واللي راح يستمر بالاقضيه القادمة إن شاء الله، يعني بالأقضية اللي عانى أو رمادي فلوجة إن شاء الله ما راح يعني يكون الخيمة الأول فقط، لا راح نستمر. يهدف المعرض إلى إظهار المواهب خلينا نقول اللي مدفونة ومحد بحالها، من تطريز، حياكة، الخياطة، الرسم، كل الأنواع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الشمري، الأنبار.